جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا. جرب هتكون الكسبان، جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا. جرب هتكون الكسبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وحديثنا معكم عن فقه الصلاة. وكما وضحنا وبينا أن الصلاة فرض على كل مكلف من المسلمين والمسلمات، ومن ثم كان من الواجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامها. وحديثنا اليوم عن النية باعتبارها شرط من شروط صحة الصلاة. شروطها 5، أركانها 14، واجباتها 8. شروطها: استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، اجتناب النجاسات، النية. هذا هو الشرط 5. والنية عبر عنها في القرآن بالابتغاء، وعبر عنها بالإرادة، وعبر عنها بالرجاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء ورجاء، إرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والنية من عمل القلوب، عمل قلبي، محلها القلب. ولا بد أن تستحضر النية عند صلاتك، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة، وتفرق بين العبادات بعضها وبعض. النية مع تكبيرة الإحرام تواكبها، توافقها، أو تسبق الصلاة بجزء بوقت قليل. لا بد من استحضار النية قبل الصلاة. هذه هي شروط الصلاة التي بيناها. أما عن أركانها، تبدأ بالقيام مع القدرة. قلت لكم إن أركان الصلاة 14 ركن، وشروطها 5، وواجباتها 8. كل مسلم ومسلمة يجب أن يحفظ هذا الكلام لخطورته ولأهميته، لأنه متعلق بعبادة يمارسها في اليوم 5 مرات، ولا ينبغي لمسلم أن يتركها. لا حظ في الإسلام لتاركها، بل إن تاركها مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في جهنم. أول ركن من أركان الصلاة يا أخواني القيام مع القدرة: وقوموا لله قانتين. فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام في الفريضة صلاته باطلة. ثانيا أقول: من صلى قاعدا مع قدرته على القيام في صلاة الفريضة صلاته باطلة، إنما إن عجز عن القيام صلي قاعدا ولك الأجر كاملا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما النافلة يمكن أن تصلي قاعدا وأنت قادر على القيام ولك نصف الأجر كما في الحديث. يبقى القيام مع القدرة يا إخواني أول ركن من أركان الصلاة.
وقوموا لله قانتين. الركن الثاني من أركان الصلاة قراءة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، وهي قول المصلي الله أكبر. وهذه التكبيرة حق لكل الصلاة، فمن سهى عنها أو من تعمد تركها أو من أخطأ في أدائها صلاته باطلة، لأن الأركان لا تجبر بسهو، والأركان تبطل بتركها الصلاة سواء سهوا أو عمدا أو خطأ أو جهلا. الركن لابد من أدائه. الجاهل يعلم، الناس يحصد الركن إذا تذكر، نعم، إنما لا يجبر الركن بسجود سهو، ولا يجبر الشرط بسجود سهو. الواجبات فقط هي التي تجبر بسهو في حال نسيانها، كما سأبين بإذن الله تعالى عند الحديث عن واجبات الصلاة. تكبيرة الإحرام، وتنعقد بقول المصلي الله أكبر. رفع اليدين حذو المنكبين سنة فعلية أو عملية، يعني إن قلت الله أكبر دون أن ترفع يدك صلاتك صحيحة. الله أكبر، ولا تجزع عند جمهور العلماء إلا بقولك الله أكبر. لو قلت الله أعظم أو الله الرحمن لا يجزي، لا تجزي عنك، لابد أن تقول الله أكبر، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وقال له وكبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام بمجرد أن تكبرها خلاص خرجت من المباحات، من أمور الدنيا إلى الصلاة، ويجب عليك أن تتمها حتى وإن كانت نافلة. انتبه لهذا. الركن الثالث قراءة الفاتحة. احنا قلنا كم ركن نسيت؟ قلت لك 14 وكم شرط؟ قلت لك 5 وكم واجب؟ قلنا 8. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وهذا الركن الحقيقة هام جدا، لأن الكثير يخطئ هذا الركن. لا أقصد أنه لا يحفظ الفاتحة، إنما أقصد أنه يقرأها خطأ بلحن جلي يبطل قراءتها. تخيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في الصلاة السرية وفي صلاة النافلة. أما في الصلاة الجهرية فالإمام يتحملها عن المأموم. في الصلاة الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم، بحيث إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أدرك الركعة، وتحملها الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة السرية والجهرية. أما في السرية يجب أن تقرأها طالما أنت قادر على قراءتها، وأما في الجهرية فاستمع لقراءة الإمام، وقراءة الفاتحة قراءته للفاتحة قراءة لك. قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم، الشافية، الكافية، الرقية، أسماؤها عديدة.
قال الله في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي الفاتحة، ثميت بذلك لأنها آياتها تثنى، يعني فصل تقرأ في الصلوات الصلاة في اليوم 17 مرة، فسميت السبع المثاني لكثرة تكرار آياتها. وتبدأ قراءة الفاتحة أو قراءة الفاتحة بالبسملة، والبسملة منها بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من الفاتحة، وهذا رأي الجمهور وهو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هيقول لي طب أنا بقراها كده، لا، صراط الذين، أنت بتقول الذين بإخراج اللسان ولا بتقول الذين؟ لا، بتقول الذين دون أن تخرج لسانك، غيرت المعنى وبطرت قراءة الفاتحة. تخيل إخراج الحرف في الذال يغير المعنى الكلمة، الذين غير الذين. أدي واحدة، أنعمت، لو قلت أنعمت بطلت الفاتحة، لأنك نسبت النعمة إلى من؟ إلى نفسك. أنعمت، 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 الصلاة باطلة لأنك لم تقرأ الفاتحة صحيحة. شفت؟ سبحان الله. ولذلك لابد أن تصحح قراءة الفاتحة على يد شيخ يصححها لك لأهميتها بالنسبة للصلاة. نعم، أنا لا أتحدث عن اللحن الخفي، المد اللازم والإدغام والإظهار والإقلاب، لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن اللحن الجلي الذي يغير المعنى. الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، غيرت المعنى، رب العالمين، رب العالمين، غيرت المعنى. ولذلك يجب أن تعرف وأن تتعلم كيف تقرأ الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، إلا بقراءتها. يأتي هنا سؤال مهم، رجل عنده لثاغة، ألثغ في حرف الراء مثلا، يعني يقول الرحمن بدل الرحمن، يقول الرحمن، الرحمن الرحيم، الراء بيخليها غين، صلاته ما حكمها؟ صحيحة، بس بالنسبة لنفسه، يعني لا يصلي إماما بغيره إلا إذا كان المأمومون كلهم على هيئته. يعني يصلي بالإيه؟ المأمومون كلهم عندهم هذا الحرف. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الثالث إن شاء الله تعالى. نستكمل أركان بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. أنت مالك شيء إلا رضا، قرب هتكون الكسبان. أنت مالك شيء إلا رضا، قرب هتكون الكسبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم أيها الأخوة، نستكمل الحديث في أركان الصلاة، وكنا نتحدث عن قراءة الفاتحة وهي الركن الثالث من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها مع قدرته طبعا على القراءة،
إن كان عاجزا أو لم يملك أن يقرأها لفوات المحل. إيه فوات المحل دي؟ يعني أتى وجد الإمام راكعا، ركع فات محل الفاتحة، سقطت عنه لعجزه عن قراءتها وتحملها الإمام عنه. الركن الرابع، احنا قلنا كم ركن؟ 14. ما تصحصح معاي عشان خاطر مش تنسى. الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، وعبر في القرآن عن الصلاة بأحد أركانها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الركوع أحد أركان الصلاة، الركن الرابع. والركوع ينبغي أن يكون بالهيئة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، الظهر مستوي، بحيث إذا وضع كوب ماء على ظهرك استقر وأنت راكع. بعض الناس يرفع رأسه عاليا، بعض الناس يطأطئ الرأس إلى أسفل فلا يستوي الظهر. أهل الأعذار هؤلاء لهم أحكام خاصة. الوضع العادي أن يستوي الظهر مع الرأس وأن تنظر إلى محل سجودك وأنت راكع. الركوع ركن من أركان الصلاة. ثم الرفع من الركوع. استنى يا عم الشيخ، انت مش قلت لي سبحان ربي العظيم؟ لا، ده واجب. التسبيح في الركوع واجب، اصل الركوع ركن والتسبيح فيه واجب. هتقول ما الفرق بين الركن والواجب؟ ما احنا قلنا الواجب يجبر بسهو ان نسيته، اما الركن لا. يعني الواجبات يجبرها سجود السهو، أما الأركان لا تجبر بسهو، لابد من أدائها. يبقى ركع ولم يسبح ناسيا صلاته صحيحة ويسجد للسهو، متعمدا صلاته باطلة لأنه ترك الواجب متعمدا. الركن الخامس الرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده. التسميع واجب والتحميد واجب، أما أصل الرفع ركن، لابد أن ترفع رأسك حتى تطمئن قائما. سمع الله لمن حمده وتقف. بعض الناس يركع ثم يقوم ولا يستوي قائما ويسجد مباشرة، صلاتك باطلة. أبشر، لابد أن تطمئن قائما حتى يعود كل عضو إلى محله. سمع الله لمن حمده. الاعتدال من الركوع ركن من أركان صحة الصلاة. أيضا من أركان صحة الصلاة السجود. السجود، والسجود هو أشرف أفعال الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود. فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. ولذلك جاءت الأحاديث في مسلم وابن ماجه وسنن أبي داود في فضل السجود لله رب العالمين. ربيع الأسلمي: يا رسول الله إني أسألك. وربيع كان يأتيه ماء الوضوء يوضئه ويأتي بحاجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سل يا ربيع، سلني عما شئت. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود.
ما من سجدة تسجدها إلا ترفعك درجة، تحط عنك خطيئة، يمحو الله لك بها سيئة، كما في الحديث. وفي حديث مسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سبعة أعضاء، وهو عند البخاري أيضا. سبعة أعضاء يا إخواني: الجبهة مع الأنف، انتبه، الجبهة مع الأنف عضو، اليدان ثلاثة، الركبتان خمسة، أطراف القدمين سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وألا أكف ثوبا ولا شعرا. والمعنى عدم تشمير الثوب في الصلاة. أنا مشمر الثوب طبيعي خلاص، إنما أقول التشمير لغرض الصلاة لا. شعرا، رجل له شعر لا يربط شعره خصيصا للصلاة، يبقى السجود ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن تسجد السجود الصحيح وأن تتعلمه. الركن الثامن أو السابع: الرفع من السجود. الله أكبر، والجلوس بين السجدتين. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين بطمأنينة ركن. الركن الثامن: الطمأنينة، الطمأنينة في أفعال الصلاة. ما ينفعش تنقرها نقر الغراب، لا يصلح أن تصلي بعجلة حتى وكأنك لم تصلي، تطمئن في كافة الأركان والواجبات. الركن العاشر: التشهد الأخير. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. حينما أقول التشهد الأخير: التحيات لله والصلوات الطيبات بصيغة المختلفة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. إلى هنا التشهد ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن تقرأه في الركعة الأخيرة في الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير، ركن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة. ثم الجلوس للتشهد ركن، لا ينبغي أن تقرأ التشهد من قيام، أو أن تقرأ التشهد من ركوع أو في السجود، لا، لابد أن تقرأ التشهد وأنت جالس. فالجلوس للتشهد ركن من أركان صحة الصلاة. من أركانها أيضا الترتيب، لا تسجد ثم تركع ثم تقرأ الفاتحة، لا، الترتيب على ما ذكرنا. آخر أركانها التسليم: السلام عليكم ورحمة الله. التسليم الأولى هي الركن، والثانية سنة، سنة قولية، بمعنى أنك إن لم تأتي بها صلاتك صحيحة. والدليل أن بعض المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون تسليمة واحدة: السلام عليكم ورحمة الله، تلقاء الوجه. والدليل حديث: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولم يقل التسليمتين، التسليم، بمعنى أنك إذا سلمت التسليمة الأولى تلقاء وجهك فقد انتهت الصلاة.
يترتب على هذا إيه؟ يترتب على هذا أن المصلي قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أخرج ريحا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن الصلاة قد انقضت بالتسليمة الأولى. إذن إخواني الكرام، أركان الصلاة 14 ركن كما ذكرنا، ولكن انتبه، هذه الأركان تدخل في الصلاة بخلاف الشروط الخمسة، تخرج خارج ماهية الصلاة اللي هي استقبال القبلة، ستر العورة، اتخاذ الزينة يعني، دخول الوقت، اجتناب النجاسات، النية، كلها خارج الصلاة. أما هذه الأركان داخل الصلاة، تحصلها أنت داخل الصلاة. أما الواجبات الثمانية، وقبل أن أتحدث عن واجبات لابد أن أذكر هنا أن هذه الأركان لابد من تحصيلها، فإن لم تؤدي ركنا من أركانها عمدا، خطأ، نسيانا، صلاتك باطلة. ولكن بمعنى لم أقرأ الفاتحة وركعت وأنا ناسي أن أقرأ، ركعت خلاص، الركعة دي لا تحسب على الإطلاق. لماذا؟ لأنك أهدرت ركنا، هذا الركن تبطل الصلاة بتركه. طيب أنت لم تركع، قرأت الفاتحة الله أكبر ورحت ساجد، ما ركعت وتذكرت أنك لم تركع، هذا الركعة لا تحسب. يا عم الشيخ أزبد للسهو، لا، الأركان لا تجبر بسهو. هذه الأركان 14 يا إخواني مهم جدا أن نحفظها وأن نعلمها أبناءنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا ترفع، وعين لا تدمع. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده أنت مالكش إلا رضا، جرب هتكون الكسبان. جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده أنت مالكش إلا رضا، جرب هتكون الكسبان.